بسم الله الرحمن الرحيم. الآن lecture 34 from the chapter power series method. الآن section number 3, we will now talk about power series solution for differential equation. إذن اليوم راح نحكي how to find the power series solution. تعرفنا على إنه كيف أول شيء هل power series solution exist أو لا, وكم radius of convergence إله. إذن شفنا هذا الحكي في المحاضرة السابقة. الآن how to find the power series solution. الآن أنا عندي two parts. البارت الأول, part number one, to find a few terms of the power series solution. إذن طلبني بس أوجد كم من ترم من هاي الباور سيريز, وهاي الحلو فيها إنه النيوميريكال يعني بنوجد تقريب للحل وبنقدر نطبقها على معادلات تفاضلية لينير أو نون لينير وأشكال مختلفة جدا من المعادلات التفاضلية اللي راح نشوفها هلا في الإكزامبلز. الآن عشان نوجد فيو تيرمز معناها فقط وي يوز تايلر ثيرم. واللي هي أذكركم فيها إنه راح يكون السولوشن على شكل an x ناقص x نوت قوة n, بحيث إنه ال an إحنا عارفين كيف شكلها تماماً, وهي عبارة عن مشتقة رقم n عند ال x نوت على n factorial. إذا أنت بتوجد بس أول أربع خمس حدود منها, طبعاً n من 0 ل infinity. إذا هاي الميثودولوجي اللي راح نشتغل عليها إنه نستخدم الكوفيشنت هذا. نشوف examples هلا. إذا الإكزامبل بيحكي find the first four terms, يعني few of terms, ثلاثة أربعة, بس هون حدد لي بدي إياهم أربعة, of the power series solution about x not equals to zero. الآن ملاحظة قبل ما أكمل السؤال about x not equals to zero, ممكن ما يذكر لي إياها, فانتبه إنه x not هي هاي. أنت ال power series بدك تحاول تشتغل عليها about the initial value problem. فإذا أعطاني initial value, فإذا أنت بتوجد الباور سيريز about الx نوت الموجودة في الكونديشن هون, يعني إذا ما ذكره, وإذا ذكره بيكون أفضل. إذا هون السولوشن إذا ما نوجد باور سيريز لهاي المسألة, لاحظ إنه هاي النون لينير ومو سهل التعامل معها نهائيا ساين واي. فباجي بحكي أوكي أنا بدي أوجد أول أربع حدود منها. إذا واي أوف إكس هي عبارة عن A نوت بلس A1 في X ناقص 0 بلس A2 في X تربيع plus a3 x قوة 3 and so on. أنا بدي أوجد حكالي 1 2 3 4 حدود. فإذا بدي أوجد a0 a1 a2 a3 وبس. تذكر إنه ال an هي عبارة عن y مشتقة رقم n عند ال x0 يعني عند ال 0. إذا ال an هي عبارة عن ال y prime number n عند ال 0 على n factorial. إذا هسه لازم نعرف ال y برايم كلهم من 0 ل 3. أول شيء ال y 0 يعني ال a نوت عشان نحسب, فإذا ال y at 0 إحنا بنقدر نوجدها من الانيشال كونديشن اللي هو معطيني إياه, إذا هي باي على 2. الآن ال y برايم at 0 كمان معطيني إياه هي 3, فإذا من هاي أنا بطلع ال a نوت وال a1. إذا خلينا مباشرة نحسبهم. a نوت هي باي على 2, و A1 اللي هي عبارة عن مشتقة على واحد, إذا هي عبارة عن كمان 3. هلا ظل علينا نطلع A2 A3, إذا لازم أطلع ال Y double prime. لكن لاحظ بالمسألة نفسها هو معطيني ال Y double prime. إذا ال Y double prime at 0 هي sine of, الآن هون بدك تكتب قيمة ال Y, فال Y عند 0 هي باي على 2, إذا لازم تحط هون باي على 2 لأنه هي Y of 0 plus sin of x اللي هي sin of 0, وبالتالي هي عبارة عن 1. إذا ال y double prime بتساوي 1, وبالتالي ال a2 هي عبارة عن 1 على 2 factorial يعني على 2. إذا هيخلصنا من a2. هلا ال y triple prime معناها لازم أشتق المعادلة الأصلية وأطلع منها y triple prime. إذا sin of x هاي المعادلة الأصلية,
وبالتالي اشتقيناها 3 مرات بتعطينا الآن حسب الشين رول هي y برايم كوساين y بلس كوساين x. الآن أنا بدي إياها at x نوت بتساوي 0، فإذا نعوض الزيرو ونشوف شو الكونديشنز. إذا y تريبل برايم at 0، ال y برايم at 0 محسوب عندنا 3 كوساين ال y at 0، y of 0 is pi over 2، إذا كوساين pi of 2 هي 0 plus كوساين of x اللي هي كوساين of 0 1، إذا هاي ال y triple prime 1 معناها ال a 3 هي 1 على 3 factorial، إذا 1 على 6. الآن بعد ما عرفت ال a's هاي اللي شايفينهم هون عندي a 0 a 1 a 2 a 3، إذا هلا بقدر أكتب ال y of x as series a نوت إذا pi over 2 plus 3x plus 1 half x squared plus 1 sixth x cubed plus plus plus. إذا هذا هو الـ power series solution للمسألة. Example ثاني، find the first 4 terms for the power series solution to the differential equation y double prime minus e to the xy prime plus xy equals to 0. إذا هاي كمان لا المسألة هاي linear، بس الآن الكوفيشنتس مو من الكوفيشنتس اللي نعرفهم نهائيا about x equals to 0. لاحظ انه هاي differential equation اذا راح يكون فيها general solution لانه مو معطيني initial condition. مثل هاي المسائل اللي فيها general solution راح يكون دائما وابدا انا عندي two constants free، لازم يكون فيها two constants free. اذا solution for second order differential equation we have two free constants. واللي هم اكيد راح يكونوا عند الx نوت هي عبارة عن اصلا الa نوت، والy prime عند ال x نوت اللي هي 0 هي راح تكون a1، فدائما هذول لازم يكونوا free، ما راح تقدر توجدهم اصلا. بعديها بتقدر توجد كل الكونستانس الثانيين، فاذا ما هو الباور سيريز هم كوفيشنتس من a نوت لانفينيتي، اثنين منهم لازم يكونوا free، فهم اول اثنين بيكونوا free وبعدين تقدر توجد بقيه الكونستانس فيهم. فلو كانوا هالسعيات عندي initial value problem فما راح يكون عندي ولا free constant، فانه الa نوت والa1 زي ما شفتوا راح نطلعهم. اذا انا دائما وابدا لما اشوف مساله زي هيك بفرض الاول اثنين هذول فري لانه اوريدي انا ما راح اقدر احسبهم. بعديها برجع بكمل، الان بدي الواي دبل برايم لانه اصلا الواي برايم والواي ما بتقدر توجدهم من هون، فالواي دبل برايم ات اكس نوت يعني ات زيرو من هاي المساله هي عباره عن، عشان احسبها اذا لازم اكتب اول شيء المساله على شكل القانون بدلاله الواي، إذا هيك راح يصير. الآن في عندي بس هون ناقص لازم تتغير لأنه نقلناها للطرف الثاني، فإذا هيك أوكي. إذا y double prime at 0 is e to the 0 which is 1 y prime of 0 which is a1 minus 0 إذا a1، إذا ال y double prime هي راح تكون ال a1 أوكي. إذا الآن من هذا الكلام فأنا بقدر أحسب A2 واللي هي ال y double prime لا تنسوا على 2 factorial يعني على 2. إذا لاحظ كيف ال A2 بدلالة ال A1 أو بدلالة ال A نوت حسب طبيعة المسألة طبعا. الآن عشان أطلع ال y triple prime فلازم أشتق هاي المعادلة، إذا ال y مشتقة 3 راح تكون في عندي هون حاصل ضرب، إذا e to the xy prime plus e to the xy double prime minus كمان في عندي حاصل ضرب xy prime minus y double prime x sorry هاي فكرتها y prime، إذا هاي y لأنه اشتقينا ال x. أوكي الآن بنعوض عند الزيرو، إذا y triple prime at 0 الآن E، الآن ال y prime هي A1 و E بعدين كمان هاي ال y double prime حسبناها هي كمان A1 وهي 1 ناقص، هلا عند الزيرو هاي بتختفي وال y هي A0، إذا راح يطلع الجواب عندي 2 A1 ناقص A0. إذا صار عندنا هلا ال A3 مباشرة هي ال
المشتق رقم 3 تقسيم 3 فاكتوريال يعني 6. إذا هاي الـ A3 لاحظ أنها بتعتمد على الاثنين. إذا دائما وأبدا تقدر تكتب كل الكوفيشنز بدلالة هذول الاثنين. الآن نقدر نكمل طبعا المشتق الرابعة والخامسة إلى آخره. الآن بيكفينا أول أربع حدود فقط عشان نفهم المسألة. إذا Y راح تطلع هي الـ A نوت. طبعا اتذكروا إن about X نوت معناها بدنا بس نضرب بـ X. إذا A1 ضرب X هذا ما بقدر أحسبها. هلا من الـ A2 اللي هي عبارة عن نرجع لها نشوفها. إذا هي A1 على 2 إكس تربيع بعدين زائد بقدر هاي أكتبها على شكل A1 على 3 ناقص A0 على 6 هاي مضروبة بإكس قوة 3 and so on. الآن هذا السلوشن هيك بتقدر تكمل أكثر طبعا المطلوب لهون، لكن نحاول بس نعطيكم ريماركس على هذا الحل. هذا الحل اكيد ما دام جنرال اذا ممكن انا اوجد التولين يلي اندبندنت سوليوشنز اللي حكيت عنهم في النظريه. اذا لو اخذنا الاي نوت لوحدهم، اخذنا الاي نوت لوحدهم ناقص اي نوت على 6 اكس تكعيب زائد زائد هذول لحالهم. الان لو اخذنا الاي 1 لحالهم اي 1 اكس زائد اي 1 على 2 هاي A1 على 2 X تربيع زائد A1 على 3 X تكعيب زائد زائد. الآن هذا السولوشن نمبر 2. الآن لو أخذنا الـ A نوت مشترك إذا بصير 1 ناقص 1 على 6 X تكعيب زائد. بعدين لو أخذنا الـ A1 مشترك بتصير عندي X زائد نص X تربيع زائد ثلث X تكعيب زائد إلى آخره. إذا لاحظ I have now two linearly independent solutions. السولوشن الأول هو عبارة عن 1 ناقص 1 على 6 X تكعيب. إذا بدك حدود إضافية لازم ترجع للمسألة وتكمل. والY2 هي عبارة عن X زائد نص X تربيع زائد ثلث X تكعيب زائد إلى ما لا نهاية. إذا هون في حالة إنه إذا طلبني two linearly independent power series solutions, two linearly independent power series solutions. لكن إذا حكى لي فقط أوجد general solution فراح يكون هاي بتتركها هيك تكتبها زي ما بدك. إذا هاي ملاحظاتنا على هاي المسألة. نشوف الإكزامبل التالي. Let y be the power series solution to the differential equation actually initial value problem will initial value problem at 1 الـ x نوت عنا. إذن find the coefficient of the term x to the minus 1 to the power 4 i.e. find a4. إذن either بيقول لي إنه أوجد الـ a4 or find the coefficient of the term x minus 1 to the power 4. إذا أنا ما في داعي أوجد كل الحدود عشان أوجد الـ A4، فقط أنا بركز اهتمامي على الـ A4، بس أكيد عشان أوجد الـ A4 we need to find Y مشتقة الرابعة عند الواحد، لأنه إذا قسمناها على 4 فاكتوريال بتعطيني الـ A4. إذا عشان أوجد الـ Y مشتقة الرابعة معنى هذا الكلام لازم recursively أشتغل عبين ما أطلع الواي رقم 4، فمجبور أطلع الواي 1 و2 و3 إلى آخره مشتقات عند الواحد عشان أصل للأربعة. إذن المسألة هي عندي أول شيء الواي عند الواحد هي 1، الواي عند الواحد هي 1 أوكي، والواي برايم عند الواحد هي ناقص 1. إذا منهم هلا بطلع الـ y double prime عند الواحد اللي هي 1 ضرب ناقص 1 بنعوض هلا هون بعدين زائد 2 في 1. إذا الجواب بيطلع عندي ناقص 1 زائد 2 إذا 1. إذا هاي y double prime. إذا هسا بقدر أطلع الـ y triple prime. إذا لازم أشتق هاي المعادلة. إذا y المشتقة رقم 3 بتساوي الآن حاصل ضرب مشتقة الأول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول. إذا عندي y y double prime بعدين زائد 6x.
إذا عوض فيها هلأ عند الواحد، إذا y triple prime عند الواحد بتساوي، لأن y prime عند الواحد هي واحد، y prime عند الواحد هي واحد، الجواب واحد، plus y عند الواحد كمان سوري هاي minus واحد ضرب minus واحد واحد، هلأ y عند الواحد ضرب y double prime، إذا واحد ضرب واحد كمان واحد plus 6، إذا جواب 8. منها هسه بنقدر نعرف ال y fourth prime، إذا y fourth prime نرجع نشتق هاي كمان مرة، إذا عندي y prime تربيع على chain rule بتصير y prime y double prime 2 y prime y double prime، بعدين نيجي لهاي، إذا مشتقة الأول في الثاني زائد الأول في مشتقة الثاني، بعدين إذا زائد 6 في مشتقة 6x. نعوض الآن ال y fourth prime عند الواحد، وهي عبارة عن ال y prime ناقص 1 في ال y double prime 1، إذا الجواب ناقص 2، بعدين ال y double prime 1 وال y prime 1، إذا الجواب ناقص 1، هلأ ال y double prime 1 وال y 1، إذا الجواب 1 plus 6، هاي محاي بتروح، إذا الجواب 4، وبالتالي هلأ ال a 4 هي عبارة عن y fourth prime at 1 على 4 factorial، إذا هي عبارة عن 4 على 4 factorial بتصير 1 على 3 factorial يعني 6، إذا الـ answer is 1 over 6. إذا هي عرفنا الكوفيشنت للترم x x-